التحية مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، يتجدد بكم اللقاء في تواصل هذه الانطلاقات. شوط ينتهي وشوط يبدأ من الجديد ليحمل لنا هذه الأسماء وهذه الشعارات المتوافدة من جميع ميادين الدولة ليتنافسوا في هذا الصباح لتحقيق الفوز والانتصار. ينطلق شوطنا الثاني عشر والخاص بالجعدان الحقايق، المسافة هي المغررة لهذه الفئة العمرية في صباح هذا اليوم 3 كيلومترات. نبدأ بمقدمة الشوط ونتابع المركز الأول والصدارة الأولى، هذا بحر لحمد بن محمد بن حمد الأحبابي اللي يتقدم، حمد بن محمد بن حمد الأحبابي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما الغدوم على ثاني المراكز، يتقدم على ثاني المراكز هذا لفان لسعيد بن حمد بن محمد بن يروان النيادي اللي ينطلق على المركز الثاني، بينما الانتقال إلى المركز الثالث نجد في المركز الثالث هذا هو معرب بشعار سعيد بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي، يتقدم على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع يتقدم على رابع المراكز في هذه اللحظات مرحب لماجد بن أحمد بن محمد بن ماجد المهيري، يحتل المركز الرابع. أما في خامس المراكز يتقدم صوغان محمد بن محسن بن جابر الغيثاني المري ليحتل المركز الخامس. هذه هي النتيجة وندين الخمس المراكز الأولى فينا لمسامعكم هذه الأسماء التي تصدرت غائمة هذا الشوط واندفاعت ومسيرة هذا الاندفاع الجميل. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى شعار الجري اللي سيطر مع معرب اللي على مقدمة هذا الشوط سعيد بن حمد بن دري الفلاحي اللي حاضر بقوة في تحديات هذا الشوط، بينما في المركز الثاني بحر يتقدم بشعار حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي على ثاني المراكز. المركز الثالث يتقدم هذا لفان سعيد بن حمد بن محمد بن يروان النيادي، أهالي مزيد أهالي مزيد وأهالي أبو سمرة غادمين في هذه المعركة الغوية، بينما في المركز الرابع يتقدم مرحب لماجد بن أحمد بن محمد المهيري على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس بتار رم هنا يتقدم في هذه اللحظة الجميلة والدخول اللي بدأ في هذه الانطلاقة هذا الحذر لناصر بن عبد الله بن جامز المحاربي، وصلت الأسماء الغوية وهنا 600 متر الأخير هو بحر 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 طار على مقدمة الشوط روح للبداية، بيرما اللي زاد من سرعة الفائقة هذا مرحب لماجد بن أحمد بن ماجد المهيري، الله 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 صلوا على ذكر النبي، ما شاء الله ما شاء الله، ألف 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 ما شاء الله على هذا الأداء الجميل الذي يقدمه على الصدارة الأولى. مرحب لماجد بن أحمد بن ماجد المهيري، سلام يا المهيري، سلامي على هذا الأداء الجميل بتاع في اللحظات الأخيرة، والسلام إلى وين؟ إلى أهل المرموم، يبقى السلام تهانينا والناموس لحظة وصوله إلى خط النهاية معلن هذا الفوز والانتصار، بينما في المركز الثاني وصل في بحر لحمد بن محمد المصلح، بينما في المركز الثالث كان الوصول من الحذر لناصر بن عبد الله بن شامس المحاربي، المركز الرابع فكان الوصول من النادر لناصر بن محمد ال سالمين المنصوري، خامسا مشاهدين الاعزاء وصل فيه الشمالي لجمع بن سالم بن علي السبوسي. هكذا مشاهدين الاعزاء النتيجه للخمسه المراكز الاولى، التوقيت الزمني 4:27، يتحطم التوقيت والتوقيت الافضل اللي تدون تحت اقدام اللي هو مرحب لماجد بن احمد بن محمد بن ماجد المهيري، فهنيا له على هذا الفوز وسلام يا المرموم سلام.